في سنة 1997 وفي نهائي كأس مصر بين الأهلي والإسماعيلي. النهائي ده المفترض كان يتلعب بالليل بناء طبعا على قرار اتحاد الكرة المصري، لكن النادي الإسماعيلي رفض وطلب أنه الماتش ده يتلعب بالنهار عشان يقدر جمهور الإسماعيلية أن هو يحضر المباراة دي، لكن اتحاد الكرة صمم على رأيه ورفض طلب الإسماعيلي. لكن الموقف التاريخي بقى لنادي الاهلي هنا انه تدخل برئاسه كابتن صالح سليم طبعا، واتصل بالمهندس اسماعيل عثمان رئيس نادي الاسماعيلي وقال له ان النادي الاهلي ما عندوش اي مانع في لعب المباراه بالنهار، وقد كان ولعبت فعلا المباراه بالنهار وكمان فاز الاسماعيلي. عشان كده المهندس اسماعيل عثمان رئيس نادي الاسماعيلي شكر كابتن صالح سليم على الموقف التاريخي ده. المهندس اسماعيل عثمان رئيس مجلس اداره النادي الاسماعيلي، وتدي الكاس لمين وتهديه لمين دلوقتي؟ امور اسمها ليه مين تاني بقى؟ مين تاني؟ اقول لك حاجه ما تزعلش، وديه للكابتن صالح سليم. معلش حزعل اشوف امور اسمها ليه ده، لان لما حققنا المعادله اولا لما الحب اللي بيننا لما قعدنا مع بعض وجات مشكله الظهر قال انا ما زعلتش الشعب اسمها ليه، وعمل الماتش انت الظهر وهو اللي واقف، كان ممكن يعصلك ويزرجن ويقول لا احنا قلنا انما الحب يا جماعه بيخلق النجاح والقدوه وكل حاجه. انا بقى بنحب وبنحيي النادي الاهلي لان كان ممكن احنا نبقى خسرين النهارده. وبنقول ان ده موقف تاريخي لانه اتكرر بعدها بسنتين بس، يعني سنه 1999 في نهائي كاس مصر بين الزمالك والاسماعيلي، والماتش اتلعب بالليل عادي جدا من غير اي مشاكل. وكمان اتكرر مره تانية بقى بمشكله كبيره سنه 2002 وفي مباراه كاس السوبر المصري اللي المفروض يتلعب بين بطل الدوري اللي هو الاسماعيلي وبطل الكاس اللي هو الزمالك. المفترض ان الاسماعيلي بقى طلب في الفتره دي انه الماتش ده ماتش السوبر يتلعب في الاسماعيليه ارض بطل الدوري، وطبعا ده حق مشروع جدا للاسماعيلي، لكن اتحاد الكوره رفض طلب الاسماعيلي وقال ان السوبر يتلعب في القاهره ارض بطل الكاس. فطبعا الاسماعيلي اعترض وصمم على موقفه لدرجه ان هو انسحب من البطوله. اما الزمالك ولاد العم ما عملش اي موقف رجوله زي ما الاهلي عمل، واستغل قرار اتحاد الكوره ولعب السوبر فعلا مع المقاولين بدلا من الاسماعيلي. اللي قلناه ده حقائق تاريخيه موثقه ومش بعيده قوي، احنا بنتكلم سنه 97 و2002، لكن للاسف الاعلام بيشيطن صوره الاهلي وبيقلب الحقيقه للناس وبيصور الطرف الاخر انه ملاك ابيض بخطين حمر. لكن الحقيقه بتقول ان النادي الاهلي له موقف تاريخي محترمه جدا، اما الاخر بيدور على مصلحته وده حق مشروع ليه، لكن ما يقولش بقى ان هم اولاد عم وكلام فاضي من ده. اهلا بيكم في حلقه جديده من درع الاهلي ومعاكم احمد قيش. ليه الاهلي ما بيلعبش في الاسماعيليه؟ ده سؤال وجيه من انسان اسماعيلاوي وغالبا زملكاوي، وعشان كده هنديله القضيه باجابه سريعه ومختصره جدا. الاجابه باختصار ان انت لو خصمت الثلاث نقاط بتوع الاسماعيلي دول، يعني انت لو اعتبرت ان الاهلي كل ما يروح الاسماعيليه هيخسر، فاخصم ثلاث نقاط من رصيد الاهلي في كل بطولاته الخمسه الاخيره، هيفضل برضه هو بطل الدوري حتى لو خصمت منه ثلاث نقاط بتوع الاسماعيليه دول. ثانيا، ليه ما حدش بيقول هو ليه الاهلي ما بيروحش يلاعب المقاصه في الفيوم، رغم ان اجابه السؤالين واحده وهي الدواعي الامنيه. الدواعي الامنيه اللي منعت الاهلي يروح الاسماعيليه هي نفسها اللي منعت الاهلي يروح الفيوم، لكن عشان الزمالك هو كمان ما بيروحش يلاعب المقاصه في الفيوم فاعلام الزمالك ما بيتكلمش، وبالتالي الموضوع عدى واتنسى. ثالثا، ليه برضه محدش بيقول ليه المصري والاسماعيلي ما بيلعبوش في الاسماعيليه، رغم ان اجابه كل الاسئله دي واحده وهي الدواعي الامنيه. اذا المشكله مش مشكله النادي الاهلي ولا الموضوع باختيار النادي الاهلي، وبرضه ما تنصحش تدور ورايا وتقول لي ان المصري والاسماعيلي لعبوا قبل كده في الاسماعيليه، لان انت لو دورت كويس هتلاقي المصري والاسماعيلي رايح جاي في الاسماعيليه مره او مرتين، بالتالي ده برضه مش فير ولا منطق، ولا انت ليك راي تاني؟ رابعا، هل الاهلي بيلعب الاسماعيلي في الاسماعيليه؟ طبعا في اخر خمس مواسم اتلعب 12 مباراه، اتنين منهم بس اللي فعلا الاهلي اخد حقه ولعب في القاهره، اما ال10 ماتشات التانيين رايح جاي في ملاعب محايده. وبقول ان الاهلي اخد حقه لان الاهلي ما عملش اي جريمه ولا ارتكب اي مشكله عشان يتحرم انه يتلعب من ملعبه.
أما النادي الإسماعيلي فجمهوره نفسه بيفتخر باللي عمله قبل كده والشغب اللي حصل، واللي عشان كده الأمن مانع النادي الأهلي إنه يروح الإسماعيلية عشان الدواعي الأمنية دي. بالتالي حتى في أعراف الكرة كلها لما جمهور يعمل شغب بيتعاقب ويلعب خارج ملعبه، لكن النادي الأهلي بيلعب برضه خارج ملعبه رغم إنه ما عملش أي مشكلة ولا جمهوره عمل أي شغب. إذن المصدوم الحقيقي في المشكلة دي هو النادي الأهلي مش الإسماعيلي. خامساً، هل فعلاً الأهلي خايف يلعب الإسماعيلي في الإسماعيلية؟ يعني أنت شايف بالعقل كده أن الأهلي اللي راح كسب الترجي في تونس وكسب الوداد في المغرب، وعلى فكرة بتكلم عن مواجهة 2016 مش 2020 لكن من غير جمهور يعني، وبرضه عدى من الهلال السوداني في السودان وكان ماتش صعب جداً والأهلي اتحاصر من الأمن في الماتش ده وكان فيه ظروف صعبة جداً، وعدى من الهلال السوداني في السودان وكمان عدينا من صن داونز في جنوب أفريقيا، وكل الظروف دي الأهلي عدى منها، فهل بقى بعد كل ده الأهلي يخاف يلعب الإسماعيلي في الإسماعيلية؟ طبعاً ده شيء مش منطقي بالمرة. وعموماً خلينا نقول بقى القضية بتاعت الموضوع كله إن الأهلي والإسماعيلي يلعبوا في الإسماعيلية نفسها 54 مباراة، فاز الأهلي على الإسماعيلي في الإسماعيلية 20 مرة وفاز الإسماعيلي على الأهلي في الإسماعيلية 19 مرة، يعني النادي الأهلي فاز على الإسماعيلي في الإسماعيلية أكتر من الإسماعيلي فاز على الأهلي في الإسماعيلية نفسها. فأظن مش بعد ده كله حد يقول إن الأهلي خايف يلعب الإسماعيلي في الإسماعيلية. سادساً، إيه رأيك إن الأهلي والإسماعيلي يتقابلوا 141 مرة؟ فاز الأهلي في 74 مرة وفاز الإسماعيلي في 29 مرة، يعني نسبة فوز الأهلي على الإسماعيلي 52% مقابل 20% بس للإسماعيلي. إذن مفيش أي ندية ولا تنافس بين الفريقين، وكمان الأهلي فاز بأكتر من سكور على الإسماعيلي منهم طبعاً 8-0 و6-0 أربع مرات، منهم 2 في الإسماعيلية برضو وفي 11 رباعية مختلفة وكمان 5-2 مرة. إذن انتصارات الأهلي على الإسماعيلي كتير جداً، مفيش أي ندية أو تنافس بين الفريقين. سابعاً، ما تيجي نشوف آخر مواجهات الإسماعيلي على ملعب الرعب في الإسماعيلية. هنا أنا مش هجيب لك إحصائية مجتزئة، لا هقول لك آخر 10 مباريات أو آخر 15 مباراة، إحنا بنتكلم عن موسم كامل 2019-2020. في الموسم ده الإسماعيلي لعب على ملعبه في الإسماعيلية 15 مباراة، فاز في 5، خسر 4، اتعادل 6، يعني الإسماعيلي خسر 24 نقطة بالكامل في ملعبه في الإسماعيلية وكسب 15 نقطة بس. بالتالي الأهلي اللي بيخسر ماتش واحد طول الموسم بالعافية عمره ما هيخاف يلاعب الإسماعيلي في الإسماعيلية. وآخر إحصائية معانا إن آخر فوز للإسماعيلي على الأهلي في الإسماعيلية كان سنة 2010، يعني بقالنا أكتر من 10 سنين الإسماعيلي عمره ما فاز على الأهلي في أي استاد سواء في الإسماعيلية أو غيرها، ولسه مكملين إن شاء الله. كان معكم أحمد قيشو وبرنامج درع الأهلي، والسلام عليكم.